انا تنطالب من حقي من هاد السيده هذه خدامه عندها هذه 6 أشهر ما خلصتني. جيت في شهر 8 في 10 الشهر الاولى تعاملت معايا، الشهر الاول تعاملت معايا مزيان، والشهر الثاني كذلك، الشهر الثالث شويه بقات تتقل، عطاتني 2000 درهم خلات 50 فرنك، خلاتها شي تقريبا شي 20 يوم عاد جابتها ليا، ومن تما كاين هي تتراجع ودابا حاليا دابا 6 أشهر دابا باش هي سافرت مشات للخارج، مشات في شهر 12 في شي 25 يوم حكايا مشات للخارج ما قالتها لياش، خلات شهر ونص ميت، سافرت للخارج ما قالت لي ما والو، بقيت المهم صابر، قلت لها السيده راه هنايا في المغرب دابا تجي، انا خدام معاها في حد ضيعه عدا البقر وعدا الغلم. ايوا المهم خلاتها لي مسؤوليه ومشات بحالها، ما قالت لي لا غدا ولا ما جايه. ايوا دابا شهر جوج في 6 عيطت ليا، قالت لي اش كاين واش كاين، قالت لي رانا مسافره مشيت للخارج، قالت لي راه عندي شي مشاكل في الورق، انا عدل الورق ديالي والفلوس ديالك حتى ما داش فيها خلصني تاع عام. قلت لها خالتي راه الله يرحم بالوالدين راه شهرين ونص هذه راه ميته، قلت لازم كنت بزاف عليا عام، انا كاع نصبر لنا عام، انا اشهر راه بزاف عليا الله يرحم بالوالدين، هدرت معاها بحال هكا بهذه الطريقه هذه. قلت لي صافي راه هدرت معاك هدره واحده او خلصني تاع عام، رانا نعطيك فلوسك راه ما نضيعكش فيها. ايوا المهم قلت ما عليتنا، قلت لي انا صيفط لك حد ما قالت ليش شحال نصيفط لك ولا دقه، قلت لها نصيفط لك شحال المصروف وصافي، شحال صيفطت لي، صيفطت لواحد السيد هنايا هو المسؤول عندها، جاب لي 50 فرنك 10000 ريال 2500 درهم، عطاتني 50 فرنك، هو 50 فرنك ديال اش دازت 4 شهر هادي، 50 فرنك واش تعيشني انا 4 شهر راه بزاف، وانا مدير بها شكايه، عندي الدليلات ديالها كلشي هو عندي هنايا، المكالمات ديالها في سيدي رانا مسجل كلشي فيهم بالله، رانا مسافر، رانا مناش تما في المغرب، رانا مسافر في الخارج، راه واخا تخدم معايا تاع عام رانا نأديه لك، رانا ما نضيعكش حتى بشريال ديالك، عندي هنايا في السيديات، وعاد زايده ساباني وقع عندها شي مشكل ثاني في هاد الايام هادي، وقع عندها شي مشكل مات لي واحد العجل باقي عاد زاد دوز شي 48 ساعه الفيرمه ديالها، في الفيرمه ديال النيت العجل مات ليها، قالت لي مالها العجل مات، قلت لها امر الله، ما انا ما عندي بهاش، قلت لها العجل زاد على خير وبخير ضاع ما في حتى شي حاجه. ايوا المهم خلاتها بحال هكاك، وهي ولات ثاني عيطت لي وبدات عليا بالسبان والشتم، المهم ما كاينش لي هضره، انا الكلام كله انا نديرو هنا في سيديه، وبدات عليا بالشتم بحال هكايا، انا نجيب لك الناس ديالي ونجي نغرق، نجي نغرقك في الحبس. المهم انا صافي اللي خلعتني بحال هكايا تهدت عليا، قلت شنو ندير، قلت اللهم نقدم بها شكايه، هذه المراه هذه هي دارت معايا هذا المشكل هذا، قدمت بها شكايه، اضطريت تعيت وقدمت بها شكايه، ودابا انا قدمت بها شكايه، دزت مع مقابله دزت فيها بيد في شهر جوج في 11 يوم دوزوني اخروني حتى شهر 5 في 27، ودابا راه تنتسنى لا هي حضرت، لا هي حضرت في المقابله، ما نعرف تحضر ولا ما تحضرش، لما حضرتش عندي مشكل، انا خصني تحضر باش نفكوا هذا المشكل هذا الله يرحم بها الوالدين. انا مشيت تمشي على الجدرميه اللي حدايا تما اللي محسوبين على البلاصه اللي انا ساكن فيها، خليتها تجي هي وعاد نتسنت لكلامك ولكلامها. القائد كذلك تنتكى منه تشكيت منه، قلت له راه الكتيبه ديالها جالسه بلا طاش، وقلت له زعما السيده هذه سامحه لي في الكتيبه ديالها وانا مسؤول عليها. مشيت عندو قلت له زعما كنت راه الكتيبه ديالها قاعده بلا طاش وراه قاعده بالجوع. قال لي انا ما عنديش انا مدخله في هذا الشيء، قال لي سير على الجدرميه، قلت له راه مشيت على الجدرميه ونفس المشكل، قالوا لي راه ماهيش هنايا، قال لي راه مسافره مشات للخارج، خليها راه تجي في هذا رمضان هذا، انا مشيت عندهم في الاول ديال رمضان، قال لي راه تجي في هذا رمضان، قلت له تجي في هذا رمضان مزيان تجي في وقت مناسب في هذا الشهر المبارك تجي لهنا نقدر نتفاهموا، وهي باقا حاليا باقا ما جاتش، هو دابا دايره العواشر، هذا العيد، دابا عيد الفطر دابا، هو دابا انا تنتسناها وخصني دابا فلوسي الله يرحم بها الوالدين، 6 أشهر ديال الخدمه أما مشاد فيها تاريخ، شاد فيها 50 فرنك،
هادشي اللي كاين. الله يرحم بالوالدين، دخلوا الله يرحم بالوالدين المسؤولين، الله يرحم بالوالدين لما دخلوا في هذا المشكل هذا، الله يرحم بالوالدين. رانا عندي مع هاد المرأة هادي تعاودوا عليها، راه قبيحة بزاف. مشيت عند جدرمية، مشيت عند القايد، شكيت منه نفس المشكل، ودابا راه تنترجى الله، الله يرحم بالوالدين. دخلوا المسؤولين، الله يرحم بالوالدين لما دخلوا في هذا المشكل ديالي مع هاد السيدة هادي. رانا قاعد بالجوع، وليداتي قاعدين بالجوع، والله إلا بقاو يبكيو عليا، عندي ثلاثة، بقاو يبكيو عليا في هاد العواشر، والله العظيم تيشوفوا الولاد غادي لابسين جبادور وجليلبات وبلايغات، يبقاو والله أنا الله فوقي، والعواشر هادي، والله ولادي بقاو يبكيو، ما كسيتيناش بابا وما درتيناش وفعلتيناش، والله العظيم أنا تنخرج برا وتنبقى نبكي على راسي، الله يرحم بها الوالدين. انا وزاد قطع لي الماء والضو، المهم بغى يجري عليا باي طريقه هاد السيد اللي مسؤول عند هنايا، ما فهمتش فيهم هاد الناس حتى شي حاجه. كاع مره الناس هنا كلهم تيتشكاو منها، تيقول لك هذيك المراه راه قبيحه، راه اش تدير واش تدير الخدامه، مشي انا الاول اللي دزت من تما، راه دازوا عذاب تديرهم بحال كنت تهددهم، كل تسمع في شهرين كل تسمع في شهر تمشي بحاله. الله يرحم بها الوالدين، انا دابا بغيت اقرب وقت الله يرحم بها الوالدين المسؤولين يدخلوا، الله يرحم بها الوالدين. والنمره ديالي هي ها هي 06 06 89 36 92. الله يرحم بها الوالدين، الله يرحم بها الوالدين اللي قد باش يهدر الله يرحم بها الوالدين، يدخل بهاد يدخل بخيط بيض، الله يرحم بها الوالدين. انا تنترجاكم، الله يرحم بها الوالدين.